ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمع قول الله جل وعلا: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذه الآية العظيمة والعلامة المبينة جاءت مباشرة بعد الحديث السابق الذي ذكرناه من حكاية الله جل وعلا عن الأمم السابقة من اليهود والنصارى في تخاصمهم حول من هو من أهل النجاة في الآخرة ومن هو على الحق في دينه. وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذا السياق الذي تجادل فيه غير المسلمين من اليهود والنصارى حول أحقية أهل تلك الملة أو هذه باليوم الآخر، وما رد الله عليهم به من الحجة، تلك أمانيهم وقد بيناه على قدر المستطاع، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبينا على قدر المستطاع هذا المعنى الجميل من إسلام الوجه لله رب العالمين. ثم جاء بعد ذلك تخاصم اليهود والنصارى فيما بينهم، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، إلى آخر الآية. فجاء بعد ذلك، قلت مباشرة، هذه الآية العظيمة: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. واضح أنه من قواعد تفسير القرآن الكريم أن الآية تؤخذ بصوابقها ولواحقها وقرائنها، فيتبين من هذا إذن أن المسلمين عبر التاريخ ممتحنون مبتلون باليهود والنصارى في أي شيء، في مساجدهم أيضا مبتلون في أمور كثيرة، من حيث المفاهيم من هو على الحق أو ما هو الحق أصلا وما الباطل، وقد تحدثنا في هذا على قدر المستطاع في قوله جل وعلا: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وتبين أن الإعلام المعاصر يقوم فعلا بهذه الخطيئة، نعني الإعلام الضال المضل الذي يحاول أن يشوه حقائق الإسلام، وإنها ضرب من الخرافات. في سياق ذلك أيضا يحاولون بيان أن النصارى على حق أو أن اليهود على حق، إلى درجة أنه يشكك ضعاف الإيمان من المسلمين في معتقدهم وفيما هم عليه من الحق الديني والتاريخي، وغير ذلك كثير. إذن قول الله جل وعلا: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيه اسمه، أن يذكر فيها اسمه، هذا كاسم علماء أصول الفقه ب القصد الأصيل من السياق، لأن مقاصد المساقات فيها مقاصد أصلية ومقاصد تبعية. يعني السياق الأصلي ديال الآية أن الذين سيرتكبون هذه الخطيئة إنما هم اليهود والنصارى، هم الأولين. ومن أظلم من اليهود والنصارى الذين منعوا ويمنعون إلى يوم القيامة مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ويسعون في خرابها فعلا. لكن
قبل بيان هذه الحقائق الآن ما تجلياتها، هي المظاهر ديالها. وكما قلت مرارا وتكرارا، القرآن يجب أن يفهم في سياقه الحي، الحي نسبة الحياة ليك أنا وأنت، يعني يجب أن تفهم، أن تفهم كتاب الله وأن تتلقى عن الله جل وعلا على مقتضى زمانك وظروفك. أما لما تصادر القرآن في التاريخ هذا خطير، ليس من حيث المنهج فقط ولكن من حيث العقيدة أيضا، يعني بحال القرآن زعما الخدمة ديالو كانت في التاريخ وليس له امتداد في الأرض والزمان، هذا خطير جدا من حيث الاعتقاد، وقد يمارسه بعضنا من حيث لا يقصد، وذلك أهوان الأمرين على الأقل. القرآن كلام فوق الزمان وفوق المكان وفوق أحداث التاريخ، كل التاريخ آياته تتنزل على كل مرحلة، وسيتبين ذلك بالدليل الملموس بحول الله. هذا السياق الأصلي قلت له سياق تبعي، هذه الآية عندها سياق تبعي وهو يتعلق بالمسلمين أيضا، ممن يمنعون مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ويسعون في خرابها. يلحقهم ما لحق الأولين والمتأخرين من اليهود والنصارى، أولئك ما يحق عليهم هذا القول، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم والعياذ بالله. مما قد لا يخطر على البال أحيانا، مع الأسف الشديد هذه الملاحظات كاينة في هذا الزمن ديالنا، في البيئات ديالنا، وهو التعدي على حقوق المساجد الذي قد يمارسه بعض جهالة المسلمين، ويجي الجمع يصلي الصلوات الخمس وكذا إلى آخره، هو كيأكل رزق الجمع. هذا ينتج عنه هذا المعنى، لأنه حينما تسبب الأذى في التضييق، يعني أي وسيلة أدت بشكل مباشر أو غير مباشر إلى منع أو التضييق، لأن التضييق مع المدة يؤدي إلى المنع، إلى التضييق على ذكر الله في المساجد أو منع ذلك، أي وسيلة قلت فقد دخلت في مطلق هذا المعنى وفي عمومه، ومن التي تفيد الاستغراق العموم، أي واحد من أي جنس كما بغى يكون يهوديا أو نصرانيا أو مسلما، وضروب ذلك كثير، شيء كثيرة، يعني لا ينحصر، لأنه وسأضرب أمثلة حتى يتضح المقال بحول الله عز وجل، ولكن راه المعنى عام جدا مستغرق. يعني واحد مثلا تسلط على أرض ديال الأوقاف يأكلها، ما هي شي جامع، لا أرض غير ديال الأوقاف، فقد دخل في مقتضى الآية، ومن ظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. لأن المساجد باش كتمشى بالرصيد المادي ديال الأوقاف، وهذا الرصيد إذا ضاق أو انقطع لا قدر الله، هذه يحدث مشكلة في توظيف الأئمة، توظيف المؤذنين، القوامة قيم ديال المسجد، كل ما يتعلق أيضا البناء، الصيانة، كل ذلك إنما يؤتى به من الأوقاف التي أوقفها أجدادنا ووقفها أجدادنا من المؤمنين من المسلمين. خطير جدا تعدي على أراضي الأوقاف وعلى أملاك الأوقاف أنها كانت ولا تكون له الكرع للوقف بردم، يعني كيوقع لواحد انفصام في الفهم دياله وانفصام في الشخصي دياله، كيبدأ يفرق هو وكل الكرة ديال الأوقاف ليه، وجاي يصلي الصلاة الخمس وما حسش براسه باللي راه كيمنع عباد الله من دخول الجامع، راه بحال هز واحد العصا ولا زروطه وقف ليه في الباب ديال الجامع، ما كيخليش الناس يدخلوا للجامع، هو ما كيديرهاش بشكل مباشر، ولكن فعله يؤول الى هذا المعنى في نهاية المطاف، لأن يعني الأمور بمقاصدها، والوسائل أحكام الوسائل تبنى على أحكام المقاصد. ملي كيكون واحد الحكم شرعي الغاية ديالو صيانة شيء على الوجوب، كل وسيلة أدت إلى تطبيق ذلك الحكم الشرعي تصبح واجبة، ولذلك قالوا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وكذلك ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام. ومن هذا الأصل استنبط إمام المذهب مالك رحمه الله قاعدة سد الذرائع، فحرم المباح الذي علم، لأنه ما عندوش الحق يحرم المباح، لا نوع معين من المباح، حرم المباح الذي علم
أن الناس صاروا يتواطؤون عليه للوصول إلى الحرام. يعني ما كتولي العادة الاجتماعية أنه لو كيمشي يدير واحد المباح معين، علاش؟ لأنه يؤدي إلى الحرام فيحرم عليه من ذلك المباح. وهذا أصل مليح كلي من أصول الشريعة، مش غير عند الإمام مالك، بل الشريعة كلها هذا أصل من أصولها. وقد حرم الله جل وعلا سب الأوثان إذا كان يؤدي إلى سب الله. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وفي الحديث أيضا أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. قالوا أو يسب الرجل والديه يا رسول الله؟ قال يسب أبا الرجل فيسب الرجل أبا. هو يقول له لعن الله والديك، توا يرد عليه، أنت ما لعنتش والديك ولكن لعنت له والديه هو، فهو عاود رد عليك، فأنت لعنت والديك. أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه، هذا هو سد الذرائع، هو هذا. فأصله قلت متين في كتاب الله، موجود في الآيات، من مثل ما حكيت عن الله جل وعلا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، وغيره كثير موجود هذا المعنى في القرآن الكريم، وموجود في الأحاديث الصحيحة، فهو متواتر كلي. ومن هذا الباب يصبح كل من أكل ومن تعدى على وقفين، هو التعدي كله ظلم، تعدى على ديال الناس ظلم، ولكن أخطر منه تعدي على الوقف، لأنك أنا إذن تدري ما تصنع، تحارب الله جل وعلا سفاحا جهارا، كتعدلوا على داره، يعني المسجد بيت الله، مسجد بيوت، مساجد بيوت الله جل وعلا، فأنت تضيق عليها وأنت تحاصرها بفعلك. وأي شيء من الآذى، ضيقت على الجامع الطريق، درت يعني أي شيء، أي شيء، ولو أنه يكون عندك واحد الكلب أعز الله ذكركم طلقوا في باب الدار ديالك اللي هي مجورة للجمع، وكينبح في عباد الله، كيف زع عباد الله ويخلع عباد الله باش ما يجيو للجمع، بهذاك الكلب اللي راك متاخذه، فقد دخلت في مقتضى الآية ومن ظلم ممن منع مساجد الله إن ذكر في اسمه وسعى في خرابها. يعني أي وسيلة غادي ديرها كتعطي واحد النتيجة، وهي غادي تأثر على الحركة ديال الجمع، على حركة الصرف المزيد، فأنت آثم 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 بما فعلت من فعل أدى إلى التضييق على ذكر الله في المسجد. أما الأمور اللي واضحة، راه واضحة جدا. ولهذا إذا قلت الآية هي من العظم ومن الكلية، بحيث لا يمكن حصرها أبدا على نازلة واحدة. أنا من البداية قلت راه صعيب باش تعطي واحد المثال واحد وتقول راني فسرت الآية. الآية عامة شاملة مستغرقة لكل فعل من شأنه أن يؤدي، قلت مباشرة أو بصورة غير مباشرة، إلى التضييق أو إلى منع ذكر الله في المساجد. والتضييق منعون، ضيق على ذكر الله، تعصر الحركة المسجدية والقوامة المسجدية منع، لأن التضييق اليوم وغدا يؤدي إلى المنع في نهاية المطاف. ولذلك الله عز وجل ما جعل علينا في الدين من حرج، علاش؟ يعني جعل لنا الرخص، الحرج هو ما من أجله شرعت الرخصة، وكذلك الضرر، لأنه الحرج إذا لقيت راسك غادي تدير واحد الحاجة في الدين اليوم وفيها الحرج، ما معنى الحرج؟ يعني فيها صعيبة نوعا ما، ماشي مستحيلة، مستحيلة كيتسمى الضرر، كالذي لا يستطيع أن يقوم في الصلاة، توقف ويطيح، هذا يصلي للضرر، ما يمكنش، هذه كتسمى الضرورة، يعني الضرورة ما لا يمكن أن يقوم الفعل معها. أما الحرج كيمكن لك تدير هذاك الفعل ولكن معدم، كالمريض يستطيع أن يصلي واقفا ولكن هو كيصلي واقف والراس ديالو فيه الدوخة ومحن كيتمنى ويتسنى فوقاش يركع، هذا في ما يعني يصلي على حرجين. ما جعل عليكم في الدين من حرج، علاش؟ لأن الحرج اليوم والحرج غدا وبعد غدا غادي يقطع الصلاة. فالحرج الضيق بصفة عامة، الضيق يؤدي إلى المنع إلى الترك، من ضيق على شيء فقد قطعه ومنعه، ماشي بالضرورة حتى يعني تسد الجامع وتفضي مع الجامع أو تريبه عاد تسمى راك منعت ذكر الله أو منعت المسجد من أن يذكر فيه اسم الله، لا، كل فعل من شأنه أن يضيق أو أن يرهب أهل المساجد أو أن يفزع الناس عن إتيان الصلوات والأوقات فهذا أمر خطير، لأنه المواجهة فيه كيف هي؟
بين هذا المذنب المجرم وبين رب الكون. هذا راك حرب الله تعالى مباشرة. ولذلك فعلا العبد حينما يصل إلى هذا الدرك، هذه ماشي درجة، هذه درك لتحت، حينما يصل إلى هذا الدرك من الخطيئة فيشهر الحرب على الله، فليعلم أنه هالك. ما عمر لي أكل ديال الجمع ما تختم حياته بخير إطلاقا. أما السياق الأصيل للآية ذكرته، جاء في سياق الحديث عن ظلم اليهود والنصارى للمسلمين والتعدي عليهم من حيث المفاهيم المعاني. استفزوا المسلمين، يقول لهم أنتم على باطل، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ونصارى. هذا السياق ديال الآية من حيث فتنة الكفار المسلمين في دينهم وعقيدتهم. ألا تشاهدون اليوم أنهم يتدخلون في خطاب الخطباء في العالم؟ شي برنامج كان قريب يهاجموا الدكتور يوسف القرضاوي الله يذكره بخير، قلت في الخطبة ديالك، يعني ولاو اليهود والنصارى يحكموا المسلمين اش قالوا في الخطاب ديال الجمعة. سبحان الله العظيم، رب الكون الذي تكلم بالقرآن جل وعلا تكلم بما هو عليم به أنه واقع، يعني هو غادي يوقع ولكن كيتكلم عليه باعتباره واقع، لأن الماضي والمستقبل عند الله عز وجل سيان، لأنه تعالى لا يحكمه الزمان بل هو يحكم الزمان، لأنه هو الذي تعالى خلق الزمان. ومن ظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، بأي وسيلة من وسائل التخريب، بالإفزاع والترهيب وأي وسيلة، والتضييق على المضمون أو على الشكل أو على بناء المسجد أو أي شيء. هذا العصر يشهد هذه الحقيقة أيما شهادة وأيما شهود، واضح جدا حقيقة. تعدوا مرحلة المفاهيم التي ذكرتها قبله إلى مرحلة المنع. ومن ظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، وهم فعلا يسعون في خرابها، تخريب البنية، ما يسمى بالبنية التحتية للدين، حتى ينقطع التدين، ولن ينقطع بإذن الله حتى ينقطع التدين في البيئة الإسلامية عبر العالم الإسلامي، وهم واهمون في ذلك، لأن الله جل وعلا ينبت الدين إنباتا، كينبت كما كيطيح الشتاء وينبت الربيع والشجر، كينبت الدين أيضا في قلوب العباد، كما أنبت الإيمان في حجر فرعون وهو في صيغة موسى الرضيع الطفل الصغير الضعيف أنا إذن. إن هذا رب الكون سبحانه يستدرج طغاة الكون، طغاة الأرض يستدرجهم، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين سبحانه جل وعلا. ولذلك ما كان للمؤمن أن ييأس مما يصنع القوم في هذا الزمان من هذه المصائب الشنيعة، ما تيأس، لأنهم وصلوا قلت إلى إشهار الحرب على الله. اطمئن إذن، كن مطمئن ما دام أنه لا الحرب بين رب الكون وبين هؤلاء العباد، فاعلم أن الله منتصرون جل وعلا، لأن من أشهر الحرب على الله هلك هلك تعب. ولهذه يعني المآسي والآلام التي يعيشها المسلمون في هذا الزمان هي مبشرات وليست منفرات إطلاقا لمن له بصيرة قرآنية ولمن أيضا له بصيرة تاريخية، لكي عرف التاريخ، وهذا اللي كيتسمى سنن الله عز وجل في الاجتماع البشري، يعني القوانين اللي ربي تعالى سير بها التاريخ البشري، قوانين كقانون الجاذبية بالضبط لا يتخلف. ترمي واحد الحجرة في السماء ترجع الأرض، لأن الأرض تجذب الأجسام إليها في البيئة ديالها وفي المحيط الفضائي ديالها. فكذلك قوانين الله في الاجتماع البشري أن الأمة التي وصلت في طغيانها وفسادها إلى إعلان الحرب على قيم الدين، يعني إعلان الحرب على الله تعالى، فقد هلكت. هذه هذيك حكم عليها بفعل الماضي الذي يفيد تحقق ما في المستقبل قطعا، حكم عليها بفعل الماضي أو
بالجملة الإسمية اللي تعني هي كتتكلم على المستقبل، ولكن كتتكلم على المستقبل على أنه واقع كقول الله جل وعلا لرسوله إنك ميت وإنهم ميتون، هو مازال ما مات، خاطبه هو وحي عليه الصلاة والسلام، ولكن إن لم تكن ميتا حقيقة فأنت ميت حكما، لأن الذي سيموت بعد أيام وما عمر الإنسان إلا أيام، فقد مات مات، وكل شيء معدود محدود. يعني الحاجة اللي كتحسب واحد اثنين، شكون هو اللي ما عنده حد؟ هو اللي ما كتحسبش، اللي ما كتحسبش هي أتوحل معها. أما الذي هو معدود كيتحسب، واحد اثنين ثلاثة أربعة، عمر بنادم كيتحسب، تاريخ ميلاده تاريخ وفاته، فكل شيء معدود محدود. يجي وقته كيكمل الحساب ديال واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، انتهى. فالله جل وعلا يتكلم بهذا المنطق القوي سبحانه، لأنه القوي ولأنه العليم بكل شيء، عالم عليم بما كان وبما هو كائن وبما سيكون وبما لم يكن، كما قالوا وبما لم يكن لو كان كيف يكون، سبحانه وتعالى من عليم خبير. المؤمن حينما ترسخ عقيدته في الله جل وعلا وتثبت، أول فاكهة كيتناولها في الدنيا السكينة والطمأنينة، ما عنده قلق، ما عنده مرض أعصاب، ما عنده عقدة نقص، ما عنده اضطراب نفسي إزاء الحوادث التي تقع كأنها لا تعنيه، بما جعل الله في قلبه من سكينة الإيمان ومن اليقين بمآل المعركة. عندك يقين بالنتائج كيفاش غادي تكون، عشت لها أو لم تعيش ما كيهمش، كيهم أن الله من أسمائه الحسنى العدل الحاكم، ما يضيع حد، حاكم سبحانه، عدل سبحانه جل وعلا، وإنما هو يطهر العباد ويربي الأمة لتكون أهلا فعلا، أهلا للوراثة. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أنا نرضى يرثها عبادي الصالحون. الله جل وعلا يصنع لنا الصلاح، والصلاح إنما يصنع بمثل هذا. الأمة كتدخل في الابتلاء والاختبار والتهذيب والتشذيب حتى تؤوب إلى رشدها، وحتى تعود إلى ربها وتمسك بكتابها، تمسك بالكتاب، تشد بقوة. الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر المصلحين. هذه حقائق القرآن ناطقة واضحة، ومن ظلم ممن منع مساجد الله، ومن ظلم يعني قمة الظلم، وشكون هو الظالم؟ المتكبر، لأن الظلم لا يصدر إلا عن كبرياء نفسي، يعني بنادم كيبدا يحس بأنه أعلى، وقد أفلح اليوم من استعلى، هكا قالوا السحرة ديال فرعون، لما يشعر بنادم بالاستعلاء والكبرياء يظلم. أن خصيصة الظلم وصفة الظلم هي صفة نفسية أولا، نفسية، لأن فوقاش كتظلم الآخر لما كتعتبر بأنه يعني ما عندوش الحق يعيش، ما عندوش الحق يأكل ويشرب، فتتعدى على حقه وعلى سلطانه، وأنك أنت كبرياء كله كتجمعوا لك. وهذه الأمارة هذه معناها الأصيل الأساس هو ادعاء الألوهية، لأن المتكبر شعر أم لم يشعر، قصد أم لم يقصد، فهو يدعي الألوهية. وبهذا قال فرعون أنا ربكم الأعلى، علاش؟ لأنه استكبر، يعني كبرياء، فالكبرياء ضرب من ضروب ادعاء الألوهية، صرح بها كما صرح فرعون أو لم يصرح، لأنه لما ما كيصرحش كيمارسها دول الاستكبار العالمي الآن، تمارس ادعاء الألوهية في الواقع وإن لم تصرح بذلك تصريحا، وقد صرحت في بعض المساقات. لما بنادم يوصل ادعاء الألوهية فإن الله جل وعلا له المثل الأعلى، يتجرد لحربه كما قال جل وعلا سنفرغ لكم وأيها الثقلان، يتجرد لحربه، فإذا فعل أهلكه قطعا كما فعل بعاد وثمود ومن والاهم إلى يوم القيامة. ولا تزال أحداث التاريخ ترين من ذلك عجبا، ولكن أينما تعرف لهذا السر، ربي اجعل تعالى الظلم من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر، أريد الكبر، لأن قلت الظلم هو
صفة تتجلى عن الكبر، يعني الظلم ما هو إلا نتيجة، أما السبب هو الكبر. فالكبر أصل والظلم فرع. فإذا استكبر الإنسان وتكبر ظلم، ولا يظلم إلا متكبر مستكبر. ولذلك الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام بوحي منه تعالى حارب الكبرياء ولو كان ذرة. نقطة من الكبر النبي صلى الله عليه وسلم حاضيها، حاضي صحابه ياك يشوف شي واحد فيه شي الريحة ديال الكبر فيتجرده له عليه الصلاة والسلام لينبهه بأشد ما يكون التنبيه. يعني شيء عظيم حقيقة اللي تبع المواطن ديال النهي عن الكبر في الأحاديث الصحيحة الكثيرة، يعني يجد عجبا. حتى الأشكال التي تنبئ عن كبرين، والكبر الخيلاء شيء واحد، التي تنبئ عن كبرين حاربها كطول الثوب. علاش النبي صلى الله عليه وسلم حارب طول الثوب؟ لأنه كان مظنة، ماشي قطع، لا، مظنة للكبرياء. كيمكن يكون الثوب ديالي طويل لكبرين، وكيمكن يكون لغير كبرين، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبه الصحابة على طول الثوب لأنه مظنة للكبري، وليس قطعا أنه يعني كل من أطال ثوبه فهو متكبر، ولكنه مظنة. هذا واحد تدقيق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقلب على حاجة صغيرة كيقول رد بالك رد بالك رد بالك، إياك أن تكون متكبرا. أما أن يصرح الإنسان بالكبرياء في سلوكه فتلك والله من أكبر الخطايا. العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني شيئا منهما، كاين الرواية ديال قسمته ولكن أحفظ أشد منها، قاذفته في النار. والله السلام العافية، هذه رواية صحيحة مليحة. فمن نازعني، بدأ يدبز مع الله سبحانه وتعالى ولو المثل الأعلى في إحدى الصفتين، الكبرياء أو العز الذي هو ضرب من التكبر وليس العز الإيماني، أن كان العزة الإيمانية فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين، لا، العز المقصود أنا العز العرقي العصبي القبلي السلطاني، هذا النوع من العز الذي هو ضرب من ضروب الكبر والكبرياء. من نازع الله فيهما شيئا قال قذفته في النار. والتعبير أقسى وأشد، أنه بحال زي كيقبطوا بحال شي حشرة ويزوطوا في جهنم، يعني فيه قوة وفيه غضب وفيه لعن، نعوذ بالله من غضب الله. الكبر إذن بما هو منتج للظلم كان خطيئة كبرى، كان تعديا على سلطان الله في الأرض. ولهذا تحمل الآية ما تحمل من الخطورة حينما تجد أن منع ذكر الله في المساجد هو من أكبر الظلم، من أكبر الظلم، لأن هكذا السياق. ومن أظلم، صيغة تفضيل، تفضيل في الشر، يعني ليس هنالك أظلم من هذا الإنسان الذي يقوم بفعل يؤدي إلى ما ذكرنا. ولهذا الإنسان المؤمن، ونتحدث عن أنفسنا لأن هذا الذي ينفعنا، أما صنيع الآخرين فلنا فيه الاعتقاد. ما معنى الاعتقاد؟ يعني انت غير اعتقد بانه ما غيوصلوش حتى تطمئن، لانه مع الاسف بعض الشباب الاعصاب ديالهم توترت وتهرست، يسمع الاخبار وقالوا ودبحوا كذا وكذا. رب الكون راه هو اللي كيسوق الكون ديالو سبحانه، ويسحب لك رب الكون غيب على عرشه سبحانه وتعالى، يدبر امر مملكته، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. انت غير دير شغلك وهو ربي تعالى راه داير شغله، ما ترفدلوش الهم، ما رفدلها من راسك. شيء غريب جدا هذا الذي يقع، يعني بمعنى انه يعني الانسان كيوصل لواحد الدرجه كيفقد الثقه في الله. هذا الذي يحصل كيف يعني؟ اول سنة على الحق بلا، ايوا اذا هذا القران لعب، سبحان الله. لن يتم ابدا حذف القران من الارض، ويديروا الوسائل اللي يبغوا، القران سيبقى الى يوم القيامه. الله تعالى ضمن له الحفظ في اللوح المحفوظ، في اللوح المحفوظ ماشي في الأرض، حفظه في السماء بنور منه سبحانه وتعالى نازل مستمر إلى يوم القيامة. نور القرآن شد من السماء حتى الأرض لا ينقطع، إذا قطعت انت هو ما قطع شيء. غادي القرآن بجهد الله ينبت ماله أهل الله وخصصه كما ورد في الحديث الصحيح. إلى هذا الجيل ما خدمش ربي يجيب جيل جديد، غني سبحانه وتعالى عن العالمين، ورسالته قائمة، رسالته قائمة منتصرة.
وإنما أنا وإنت واش ربحنا ولا ما ربحناش. هذا الذي نسأل عنه، وهذا الذي ينبغي أن نتحصر على فواته لا قدر الله. وخلاصة الأمر إذن أن عناية المسلمين بالمساجد تتحدد سلبا وإيجابا بهذه الآية. يعني اللي آذى الجمع آذى مولين الجمع، الآية راه تكلمت، واللي يعني ما يسمى بالمفهوم المخالف صحيح. شنو هو المفهوم المخالف؟ اللي نفع الجمع ونفع مولين الجمع وسهل العبادة فيه فقد استفاد أجرا كثيرا. والأحاديث في هذا أكثر من أن تحصى. خير كبير أن تبني مسجدا، أن تسهم في بنائه، أن تؤدي خدمة للمسجد الجامعي أو غير الجامعي، يعني سواء مسجد كبير ولا مسجد صغير، خدمة أي خدمة، تنظيف، إنارة، تدفئة المياه، أي خدمة، فأنت آنئذ تخدم بيت الله. شيء عظيم جدا، شيء عظيم. هذا من أرفع مراتب العبادة، من أرفع مراتب العبادة، لأن الجريمة فيه من أرداء مدارك الخطايا. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.